حديدي اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا بك. شحالك مع الصح؟ بخير تبارك الله. لاباس؟ مع الطريق بخير. يسلمك. عاده هذا السلام ديال الصحراوي كيكون طويل. نبغوا نعرفوا الناس علاش السلام عند الصحراء كيكون طويل. سلام لاباس بخير شحالك مع الصح؟ السلام على الصحراء لانه الانسان دائما منين يجي داخل عليك وجاي من مسافه بعيده تبغيه هي الاول يتسلم معاه ويطول معاه في السلام ويقعد يستراح معاك ويقبض نفس طويل. وتسولوا عن في السلام من خلال السلام تسولوا عن كل شيء، اهل الخيمه، الاهل، العائله، الحي منين زمان بكري الخيام، الحي منين نازلين، شريط في الطريق، هذا كامل تبارك الله. منين الحي المقصود هو البل؟ اي منين الانسان يسلم معك، منين يدخل عليك ويسلم معك تبدا معاه السلام طويل بهي المراحل، منين يقعد معك ديك الساعه تتطرق معاه الموضوع ثاني في الجماعه وفي في اسم الامور اللي تبي تسول عنها واللي يسولك عنها. من بعد السؤال عليك وهذا طبعا حنا في جلسه الشاي اللي طبعا من شروط اقامه او شروط انعقاد لجلسات في الصحراء، يعني اولا نبغوا نتكلموا معك حول الوضعيه ديال الصناعه التقليديه داخل اقليم اسا، كيف ممكن تكلم لي وانت رئيس الجمعيه ديال الصناعه التقليديه فهم؟ القطاع الصناعه التقليديه في اسا الصاك يعني الكثير من المشاكل، غير انا اللي نحاول نطرق تقريبا جوج نقط باختصار. النقطة الأولى تتعلق بالبنية التحتية، هي قطاع الصناعة التقليدية في الإقليم. بنية يعني كاين عندنا مجمعين، مجمع بأسا أقل عملاء ومجمع بمدينة الزاك، والمجمعات لحد الساعة ما كيلقاوش بذاك المستوى والتطلعات ديال الصناع في الإقليم اللي من خلال هاد البنية التحتية اللي غادي يخلو الصناع يبرزوا في المنتوجات ديالهم وفي أفكارهم في إبداعاتهم. مجمع ديال الصناعة التقليدية الأسا هو مبني مشيد على أرض أسا ولكن آئل للسقوط، يعني كأصبح كيشكل واحد الخطر بالنسبة للصناع، وأغلبية الصناع مرقت منه وكرات محلة ثانية عندنا فقط الخاصة ريتما يتوجد له حل. شحال تقريبا ديال الصناعة عندنا في اقليم اسا؟ احنا الصناعة التقليدية فيها انا نحاول نشرحها لك لان خالك شين قالوا الموروث المحلي وخالك شين قالوا الصناعة التقليدية. الموروث المحلي عندنا احنا في الاقليم وهو اللي متوارث من جد لجد، احنا دريك ابناء الصناع كصناع وباتنا كانوا صناع وجدودنا كانوا صناع في الزمان من الأزمنة اللي تخطات في الصحراء. الصناع اللي كنتكلموا عنهم في الموروث المحلي اللي كيشتغلوا فيما يتعلق فيما يخص الحياة البدوية اللي كانت عندها في الصحراء، الخيام وأمور ما يتعلق بالخيمة كامل وما يتعلق بالصناعة اليدوية في كل ما يحتاجونه في تدبير امورهم في الحياه الصحراويه. هذه هي الحرفه اللي كانوا كيشتغلوها اوائلنا وباتنا وجدودنا، وحنا في هذا العصر من الفئه الثالثه كان هذا الشباب ابتكر مجموعه من الحرف اللي كتتعلق بالضبط في الاواني المنزليه اللي كنتكلموا عنها كنسموها احنا معينتاي ريشوات ومشامر وكذا، وتفنوا في الحقيقه في هذا النوع وطوروه ليصبح اليوم كيناسب يعني هاي الثقافه وها العصر اللي مسيروا ذاك المجتمع الصحراوي، لكن من خلال المنازل اللي هي في المستوى ومن خلال الفيلات اللي هي في المستوى صبحوا المعلم اللي كيواتوا هذيك الجلسه وهذا، ودائما محافظين على الخصوصيه الصحراويه لانهم معينتاي يبدا منهم الفاخر والمجمر والى اخره. باختصار هذا هو الموروث المحلي اللي غادي نتكلم عنه انا، وحنا الصناع في هذا الجانب حنا في الاقليم يعني منا ياسرين، هي عائلات صناع باينه وكل عائله عندها اولادها كيشتغلوا، الى عاد بهم مازال حي يشتغلوا معاه ولا كان متوفى كيشتغلوا هما، هذاك كيتسمى موروث. الصناعات الاخرى موجوده، موجود الخياطه، الطرز، مجموعه من الحرف الاخرى موجوده، ولكن هذه الحرف بالنسبه لنا احنا كنعتبروها
انفتاح على داخل المغرب والصناعة التقليدية ككل في المغرب، وحنا ما عندنا إشكال أنها تكون متواجدة معنا في المنطقة ديالنا، غير ما هي الموروث المحلي، ما هي الصناعة المحلية ديال المنطقة، وهي مولي كذلك هذه النوع من الحلف مشجدة في الملكية الصناعية، كيف الطرز الفاسي والرباطي وكيف مراكشي وكيف لآخره، يعني كل منطقة معينة في المغرب عندها نوع من الصناعة اللي هي معروفة به، حتى احنا معروفين بهذا النوع، وهذا النوع قلت لك العدد ديال الناس فيه قليل تقريبا، غادي تكون شي 30 تقريبا غادي تكون في المسكن. نعم، تكلمت لينا على هاد المركبات، عطينا الوضعية أولا ديال هاد المركبات اللي المفروض يشتغلوا فيها هاد الصناع. المجمع الصناعه التقليدي ديال اسا هو كيف سبق ذكرت لك على انه هو آيل للسقوط، وصبح كيشكل خطر حقيقي للصناعه التقليديه، واغلبيه الصناع مرقوا منه، تقريبا باقي شي واحد ولا اثنين في المجمع. واصل البناء البنايه اللي تشيد بها المجمع الصناعه التقليديه ما كترقى ما كتطلعات الصناع، يعني شي مجمع الصناعه التقليديه بمواصفات والنموذج اللي كيساير مجمعات اخرى داخل المغرب، يعني غير من الشوفه ديالو ومن الهندسه الشكليه ديالو كتحس عنها كبار داخل المجمع. هذا المجمع كان تبنى في واحد الفتره معينه، وكانت تبنى غير عباره عن محلات تجاريه، ولكن هي مع مرور الزمن اصبحت آيلة للسقوط. اللي كنطلبوا من خلال هذا اللقاء وهذا انه كما جاء لسان المدير الإقليمي ديال الصناعة التقليدية الحسن المكاوي على أن المجمع كتري فيه واحد اللجنة كيتريسها السيد العامل إقليم آسا الزاك، وحنا من خلال هذا اللقاء كنطلبوا من السيد يوسف خير عامل إقليم آسا الزاك على أنه يعجل بإنعقاد هذه اللجنة ويعطي أهمية لهذا القطاع هذا، لأنه أصبح كيحز في نفس الصناعة التقليدي هذا الإهمال وهذا اللامبالاه به واللامبالاه بهذه الثقافه الحسانيه ديالنا حنا اللي هي الموروث الحساني. إذا بغينا نتكلموا على هذا التراث اللمادي بطبيعه الحال كيهمنا الصناع، كيف ممكن نتكلموا على الوضع ديال الصناع اجتماعيا، واش عندهم تغطيه صحيه، عندهم مستقبل، حيت نفرض ان الانسان يعطي اكثر لما تكون وضعيته في وضعيه سليمه. بطبيعه الحال هذا هو الشق الثاني كنت انا اللي نطرق له. هون الصناع التقليدي كيعاني في صمت خصوصا في اقليم عصا الزاك. وكنا كنعانوا من مشكل مع المدير اللي مكلف بالنيابه اللي هو كان السابق حسين مكاوي، واللي تم اعفائه حاليا دريك فجاء الاعفاء ديالو من الوزاره. كان هون تهميش للصناعه التقليدي من خلال المعارض، ما كناش كنعلموا، ما كانش يعلمنا حد على انه خارج المعارض على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي، وكانت المراسلات كتجي من طبيعه الحال المديريه، وكان كيتم بتهميشنا واقصائنا بشكل مقصود. والنقطه الثانيه اللي بالنسبه اللي كيعانوا منها الصناع، كاين عندنا دعم خلال هذه الجمعيه ديال المروج كانت خصصت لنا الوزاره في سنه 2012، وهذا الدعم متمثل في آلة ديال التسبيك ومجموعه من المعدات اليدويه، بالاضافه الى واحد الدعم مالي اللي حنا ما فتنا ما عرفنا حقيقته، ربما كيوصل الى 25 مليون ربما اقل، يكفن يقسم على باش كدعم للجمعيه متمثل في شراء الماده الاوليه اللي هي النقره. حنا من 2020 التحقنا بهذا المكتب واصبحنا اليوم حنا هما المسيرين ديال هذه الجمعيه، فطالبنا من خلال كمكتب قانوني طالبنا هذاك المدير الاقليمي على اساس انه يمكننا من النسخه من الاتفاقيه اللي كانت توقعت في 2012 باسم هذه الجمعيه هذه، لانها كتعتبر من وثائق ملك الجمعيه، ورفض على انه يسلمنا هذه الوثائق لان فيها مواد اوليه جاء صفت الوزاره ما تلاش دعم مالي ديال المواد الاوليه صفت الوزاره ما تلاش، شكون المسؤول عنه الله اعلم، واش هو في طرف واش كذا، ما بغاش يسلمنا هذاك، وفي نفس الوقت حتى ديك الماكينه ديال الاله ديال التسبيك ما بغاش يسلمها للجمعيه على اساس انها تستافد منها. حنا كنضطروا نتنقلوا من الزاك واسا الى مدينه قلميم باش نتموا العمل ديالنا،
يعني ضروري خاصنا نمشيو للماكينه ديال التسبيك اللي نجبدوا فيها المعادن. المعادن سواء كان معدن ديال النحاس او اللي ديال النقره او اللي ديال الالومنيوم خاصنا نجبدوه باش نتموا هذا العمل ديالنا. كنتنقلوا حنا الماكينه واقفه عندنا في اسا من سنه 2012 وقمنا بمجموعه من المراسلات كجمعيه للوزاره وقدمنا شكايات والوزاره كانت تفاعلت معنا في احد الرسالات وكان المراسلات اللي درنا له وصيفطت لنا رئيس الغرفه ديال جهه كريم واد نون وكان دار معنا لقاء مع هذاك المندوب الاقليمي ورفضنا حنا كمكتب على انه يخلق نقاش ولا نجلسوا معاه الا لما كان غيتضمن هذيك النقاط في محضر ويوقع عليهم ووقعوا عليك اطراف بانه دائما كنا كنديروا معاه لقاءات وكان كيكذب علينا ومن بعد كينكرنا وفعلا هذاك الشيء اللي تم هذاك المحضر وشدينا حنا من النسخه. من بعد ياك رفض على انه سلمنا كذلك دار معنا على اساس اننا نتسجلوا في السجل الوطني وهذا كاع ورش ملكي حنا كاع محتاج هو يقولوا لنا لان حنا غنخرطوا فيه من طبيعه الحال وهو في مصلحتنا حنا. ومنين تممنا العمليه رفض وملي رفض رجعنا ملي عاد وداك درنا وقفه احتجاجيه ودخلت فيها السلطه والاخر وكان لقاء مع باشا ديال مدينه اسا ووضعناه في الصوره وتهرب هذا المدير الاقليمي ما قدش يحضر الاجتماع وسد المديريه الاقليميه هذاك النهار لانه نهار كان نهار الاثنين سدها لان باش ما ندخلوها حنا نديروا اعتصام حنا درناه برا ودرنا غير اعتصام بشكل رمزي وراسلنا فيه السلطه قبل ما نديروا الاعتصام راسلنا فيه السلطه. يعني هذه اكراهات كيعيشها الصناعة التقليدية اللي المفروض انه يتفرغ للصناعة التقليدية كموروث لا مادي. بطبيعه الحال. غادي نسالك سؤال اخر يعني بالنسبه لكم هذه بطبيعه الحال كاينه هذه الانتاجات هذه وكيفاش كتصرفوها كيفاش كتروجوها كيفاش كت بالنسبه لنا حنا كتشاركوا مثلا في معارض لا بالنسبه لنا حنا ملي جات هذه الغرفه هذه تعرف كانت ازمه ديال كورونا وملي جات هذا المكتب الجديد ديال الغرفه نظموا واحد ثلاثه المعارض على مستوى الجهه وفعلا كان تواصل معنا على اساس اننا شاركوا وشاركنا كانت فتحت لنا كفرصه اننا نعرضوا المنتوج ديالنا. لكن حنا اغلب التسويق ديالنا كيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي يعني حنا كنعدلوا الانتاج ديالنا وكنسوقوه من خلال التواصل الاجتماعي يعني هذا هو باش كنبيعوا مع الناس وكنشوا لان حنا ما عندناش كيف قلت لك مجمعات اللي مثلا تكتطرح الناس اللي تجي الناس وتطرح فيها بحال العيون بحال الداخله بحال اليمين كاع كتجي مقال الجهه يعني كتطرح فيها المنتوج ديالك اي شخص جزائر ولا كاع مثلا مكان كاع مكان مسم ولكن اذا شاف واحد المنتوج مطروح وكذا يقدر يثير انتباهه ويقدر يجي يبيعه وهذا كيساعدنا حنا. حنا هذه النقطه ما عندناش وللاسف وكانت اسفل اقبالا لان مجمع ديال الزاك هو مبني في جماعه الزاك ولكن مسدود الى يومنا هذا مازلنا ما عرفناش علاش الاسباب داكشي وكنتمنوا خير ان شاء الله على انه هذا المدير الاقليمي ديال الصناعه التقليديه اللي تعين دابا اللي غيلتحقنا 15/9 التحق انه ياخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل ويحاول ما امكن انه يوجد معنا حلول وكنتمنوا ملي عندنا الرساله توصل السيد العامل سيفته هو المسؤول على رعاية صاحب الجلاله وممثل ديالو في الاقليم انه يعطي واحد النوع من الاهتمام وواحد الحيز لهذا الجانب.